تعرض لهزة شديدة للغاية في فيما سمي بالربيع، واللي أنا دائما أطلق عليه التدمير، التدمير العربي. ما نراه وما نلحظه في هذه اللحظة أنه دول عربية وطنية أو دولة وطنية عربية أكثر من دولة ضاعت أو اهتزت أو أصبحت في حرب أهلية أو فاشلة. وعندنا وضع في اليمن، وعندنا وضع في ليبيا، وعندنا وضع في سوريا، وعندنا تهديدات للعراق، فده واضح. هناك قوى كبرى بتتدخل في الإقليم بدون عائق، بل على العكس بتشجيع من العالم. يعني تسمعي عن مؤتمر للتعامل مع الوضع الليبي، بيعقد فين؟ بيعقد في باريس. أو مؤتمر عن سوريا ودعم سوريا يعقد في نيويورك، أو يعقد بين الروس والأتراك والعرب غير موجودين، أو الروس والأتراك والإيرانيين، فده القوى الكبرى. وبعدين القوى الإقليمية اللي توحشت على المسرح العربي زي تركيا من ناحية، وإيران من ناحية، وإسرائيل من ناحية، وإثيوبيا من ناحية. وبعدين إسرائيل دي نخليها للآخر خالص في توحشها على الفلسطينيين. لأول مرة نرى حكومة إسرائيلية تقول لن أتفاوض في التسوية السياسية، أقصى ما أستطيع أن أعمله لكم أن أنا أحاول أرفع مستواكم اقتصاديا. فدي أربع عناصر طبعا الإقليم بيعاني منها.